انتهت قمة البرازيل وضيفتها الأوروغواي بهدفين لكل منهما في ختام الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا. في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، يخوض منتخب روسيا مباراة ودية الليلة أمام ليتوانيا. وفي مباراة ودية أخرى ستكون النمسا على موعد مع ألبانيا في فيينا.